هي يعني من ضمن السلبيات او من اشهر السلبيات، يعني مش عايز اقول التكاسل من الطرفين، يعني من بعض المدرسين وبعض الطلبه، ان الطالب اصلا يعني المفروض عليه واجب يؤدي، فنلاقي بعض الناس بتتكاسل على اداء العمل وعلى اداء الواجبات المؤديه ليها ومكلف بيها، وبعض الساده المدرسين يعني بعضهم، ولكن نسال الله تبارك وتعالى للكل التوفيق للطالب. ولكن انا اعشق مهنه التدريس، يعني مهنه التدريس محببه الى قلبي، لانها ليست مهنه ولكن منها رساله. ولكن اذا طرح الامر اول حاجه افكر فيها في التعليم هو يعني ضبط اليه التعليم عند الساده المدرسين من كل النواحي، من النواحي التربويه والماديه والاخلاقيه والاجتماعيه وكل ما يلزم لرفع شان العمليه التعليميه. ممكن تقول لنا حكمه بتؤمن بيها؟ حكمه تؤمن بيها؟ ما انا اؤمن بكل عمل جيد، ولكن اقول في خلاصه الكلام من جد وجد. انا عايزه حاجه انت تنصح طلاب ان نلعب فيها لطلاب المعهد؟ ست كتير قوي مش عارف خلاص كنت بوصل ستات يعني. النصيحه اللي انا انصحها للناس ان قد قربت الساعه وانشق القمر. خلاص ازفت الازفه. لم يبقى على نهاية العام الهجري إلا حوالي 35 يوم. طبعا الناس فكرت إن أنا هتكلم عن الامتحانات. أنا هتكلم عن الامتحانات برضه ما تخافوش. 35 يوم 30 يوم من يعني أعتقد تقريبا إن العام الهجري اللي بادئ فيه هو حوالي 30 يوم في العام الميلادي، أنا آسف 30 يوم في العام الميلادي. يعني المفروض إن هو بعض الناس تقول لك إحنا جينا في العام الهجري وما جيناش العام الميلادي. لا، كل عام يمر عليك لابد ان تحسن فيه حسابك وان تعود له العلم. ازاي هتقابل ربنا سبحانه وتعالى وتسال فيه عن هذه الاعمار؟ هتسال فيه عن عمرك، لا تزول قدم عبد حتى يسال عن اربع، عن علمه وعمره وشبابه وماله، كل هذا سيسال عنه الانسان. فلابد ان تعود لهذا السؤال اجابه من الان، ولا تظن ان الاجابه سهله، ولا تظن ان الاجابه يسيره، ولكن كما يقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اما النقطه الثانيه بقى نقطه الامتحان، انها ازفت الازفه يوم الاحد القادم ان شاء الله نبدا امتحانات الشهر القادم، شهر نوفمبر. وبعدها مباشره بحوالي اسبوع او اسبوعين تجد امتحانات الفصل الدراسي الاول تدق على بابك وتقول لك: هل انت مستعد ام انت من الذين يعني هم غافلون في صلاه العميق؟ وجزاك الله خيرا. لما جيت اكتب على امي عايزه قدام الفراش قال الالف
وقلت لأهل المرجو أن تقول إلى أهل المدرسة